كابتن معتز هوساوي نرحب فيك، مبروك ليلة التتويج، هي ليلة مختلفة حتى والأهلي عندما ينتصر على الهلال، ولكن في هذا اليوم أجواء اختلفت عليكم كلاعبين من خلال الأفراح وأيضا حتى انعكست على الجماهير معكم. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ثاني شيء أحب أشكر رب العالمين على هذه البطولة هذه إنه أكرمنا فيها قدرنا نحققها. طبعا الواحد ما يقدر يوصف شعوره، يعني حقيقه شيء يعني بالنسبه لي انا شخصي مره كويس، ثاني موسم لي واحقق دوري اللي يعني مره تجيع على النادي الاهلي، ما يعني ما الله اكرمهم بتحقيق الدوري، وقدرنا احنا الحمد لله انه نحقق الدوري بعد توفيق رب العالمين. كابتن سنتين مع الفريق الاول في الاهلي والسنه الثانيه تحقق الدوري، اليوم يعني واضح انه في كانت اولويات بالنسبه لك كلاعب ناشئ مع الفريق الاهلاوي في قلب الدفاع، ايضا بجانبك لاعب خبره مثل اسامه هوساوي وعدد من الاسماء. والله شوف طبعا اول شيء طبعا دعاء الوالدين والتركيز التام، وطبعا موجود اسامه هوساوي جنبي وجنبي عبد الشافع اللاعبين، كل واحد يقول الزول عندي من خبره، قدرت الحمد لله نستفيد منهم يعني اشياء كثير وتوفقت الحمد لله. طيب مع الافراح الاهلاويه واضح انه فيها هزيج ما تزال عالقه في اذهان اللاعبين. مبروك يا معتز. واللي نعرف انه معتز هوساوي صاحب صوت جميل وحافظ كثير من الهزيج. الهزيج كلها من المدرج مع خبره. كلها من المدرج. الرمز يا مر. طب جاك الخبر. الرمز يا مر. طب جاك الخبر. هوا خلاني اعوق خلاني هوا خلاني اعوق خلاني. شكرا لمعتز، عندك يا عبد العزيز.